اخويا السبب اللي خلى ماتش تطلع ماتش قليله كتصدر البرا والسمر ما كطيبش فهمتيني، هادشي علاش ماتش غاليه دابا، دابا ما رمضان خلاص والبوبري شاوا كل العصا البوبري غادي للحبس هاد اليامات، قال البوبري غيمشيو للحبس خليها على الله وصافي. دخلناك بالله هذا اللي خدام 70 درهم النار هذا شي يدير بها، واش يشري بها قلب يقش راسه ولا شي يدير؟ راه كاين اللي كيكمي باش يتصور بيه وكاين الله اللي عالم بيه. اخويا راه الصراحه هي هادي، راه شحال واحد كان مليار عنده الفلوس وصبح زيرو زيرو درهم مع الدوال. مخدمين البراني هاود اليوسفيه هاود خريبكا هاود المحمديه جايبينو الاسفي يدير ولادو شرا الدار كبر ولادو وداسي بوبري اللي زياده وخلوق كيولي حماق بوبري فاسي، اما يحرق يموت في البحر اما يمشي للحبس اما يبان كدا يحفظ الزرقاء بحر الحمق. ماتش اخويا راه غلات بزاف، ماتش دابا في المارشي 1000 فرانك وسقيت 1000 فرانك، انتوما قولوا لي كي غنديروا لهادشي فلوسنا الله ما بقينا كنشدوا فلوسنا حق الله العلي العظيم. واه كنت تتسوق ب 60000 ولا تتسوق ب 90000 هي نفس السلعه والله يصوب اخويا وصافي. بحال تقرا حمراء اخويا تقرا حمراء خلصت انا جوج قرعات حمرين هما ب 3500 7 درهم في بلاصتها 25 كيلو شد من عندي خاينه 3500 البيه، وكيجي واحد بوبري كيقول لك دير لي 2 درهم تاع القرعه، علاش هادشي الله اعلم والله ما بقينا عارفين شي حاجه. اخويا السبب اللي خلى ماتش تطلع ماتش قليله كتصدر لبرا والسمر ما كطيبش فهمتيني، هادشي علاش ماتش غاليه دابا، دابا ما رمضان خلاص. ونقول لك اخويا واحد القضيه، انا دابا انا كسقيت كنتعاون مع بنادم الله العظيم اللي عنده يدي واللي ما عندوش يدي، والقضيه الا دابا بنادم ولا بوبري كيديها نص كيلو قرع حمراء وكيلو طماطيشه ونص كيلو الفول وكيلو بصله مكوره كتقول لي عندك 700 كيتلف بوبري، وهذا بوبري اللي خدام 60 درهم النهار اش يدير؟ فين هو الكرا وفين هو الموضه وفين هو صاير الوليدات فين هو الطبقات؟ كيجيب بوبري شنو هو؟ ما بقينا فاهمين والو خويا والله ما بقينا فاهمين شي حاجه، خاصهم يديروا شي حل، خاصهم يديروا شي حل لهذا الشيء. والبوبري شنو هو؟ كل العصا البوبري غادي للحبس هاد اليامات، قال البوبري غيمشيو للحبس خليها على الله وصافي. لا مشكلة راه عندنا شلة لوحان الخضارة كاملين تما غيمشيو للحبس ازيد الله يصوم. وراه ماطيش 10 درهم اخويا ماطيش 10 درهم، دابا كتجيب صندوقات 5000 ريال يلا 6000 كيدي مع عندك واحد نص كيلو اش الله وماطيش مصيبة ما كتصبرش اخويا. ماتش راه هي من النوع الحساس ما كتصبرش، راه وحده توشي وحده يا صافي مشات كامله. والحل اخويا يديروا هما، حنا اخويا حنا راه واكلين الدق، هو راه الشبعان ما حاس بالجيعان الصراحه هي دي اخويا. قال لك عاوتاني سمعت شي هضره قال لك 15 شهر غيزيدوا في مازوت صافي، هذا وبا يصيفطونا الروضه اللهم امشوا الروضه قبل الوقت اش غنبقاو نديروا اخويا ما كاين ما يدير. اخويا هو الدريري اخويا راه هو فينا هو توا طالع لي الدم راه فينا وراه الجلبانه كتشري ب 300 والبيع 300 ها شي شواري اش بتصور دخلناك بلاش بتصور هذيك العجله اش ديري ما ياكل ها غديري الحجر غديري التراب ترى مشكله انت شكون حاس بيك ولا شكون عالم بيك ترى هو تي النط فيها هو تي البير يقول لك انت مالك اش خاصك يلا ترى شوين يا خويا والله مشي واكلين الدق راه فات الدق لي راه الدق راه فات لي راه مشكله هذه يا خويا والله يصوب وصاب يا خويا احنا انا اغلى بزاف اخويا اغلى بزاف بوبري راه ولا واكل الدق راه الصراحه هي ودابا حنا السلعه اخويا ملي كتغلى انا ما كنبقاوش نشدوا فلوسنا واش دابا دخلنا لك بالله كتمشي تعطيها اوراق تعطيها للكاتب تخلص اوراق زرقاء على خوتها وكتجي هنا تجمع دراهم وتجمع مياوات ومن فوق يقول لك بنادم قيد قيد راه يحيد عند الخضار الا غنمشيو عند ذوك المارشي غتقول مقيد الله لا عقل عليك شي واحد لما بزلتي لي الفلوس لا خليها على الله وصافي يا خويا احنا راه الله اللي عالم بينا احنا راه ما بقى عندنا لا فلوس لا والو احنا ولينا مكملين ولينا غاديين بالستارتير عندك شي ستارتير ملي كيحرك الموتور من ليسانس راه بحالك وليديني انت حنايا يلا ودابا كاين اخويا ماتش كاين ماتش اكادير كاين دابا السلعه ديال اكادير فهمتيني
وصل عندي اكادير اخويا كاين دابا اكادير ان زكان كاين فيه الشارج بزاف كتشارجا ماطيشه كتشارجا الموريتانيا كتشارجا المالي فهمتيني كاين اخويا كتشارجا الصحراء دابا ان زكان راه تبارك الله السوق ان زكان راه هو السوق دابا اللي كاين دابا حاليا خدام شتاء وصيف وكلشي راه ماشي مازال ملي كتكون السلعه ديال الوالديه ديال العكارطه كتكون ماتشي ماتشي غليظه كاع ديال الشلاضه كتبقى دايره 40 ريال علاش حيتاش موجوده وفي الصيف كت ما كتصبرش علاش دايره 40 ريال حيت شحال سخون ما كتصبرش هاك راه مشري بدرهم والبيع درهم ماشي شواري خليها الله وصافي خويا رسالتكم المسؤولين ورسالتنا المسؤولين يشوفوا حال البوابري حنا راه الحمد لله كنلقاو من نصيروا ونلقاو واكلين شاربين وهذا اللي ما خدامش بوبري يمشي غريسي يمشي يقتل وخاصهم يديروا لهم شي حل راه حنا مازال كتدخل ليديك الجيبه كتبقى متصير واحد اخر بوبري دخلناك بالله هذا اللي خدام 70 درهم النار هذا شي يدير بها واش يشري بها قلب يقش راسه ولا شي يدير هو حتى الشباب عندنا هنا في اسفي الشباب ضائع شباب بوبري ولا دابا كاين اللي قلب بوبري وشاد الماستر وشاد كل شيء ملي كيبي يخدم كيقول لي جيبوا حتى 8 المليون ولا 10 المليون باش يخدم وريك 10 المليون يمشي يدير بها بروجي يصور به الفلوس صافي ملي كيسمع ديك هضره بوبري الدري كيكون بعقله ومن بلي ما والو كيكون زوين كيمشي للقهوه ولا يترافق مع شي واحد راه نطيره راه كارو راه هادي تيولي بوبري ولا كل نهار يشري طرفه ديال الحشيش باكيت الكارو علاش باش ينسى كيقول انا قريت ما داير والو اللهم نبرد هو شاف هاد السم اللي كنكمي راه كاين اللي كيكمي باش يتصور به وكاين الله اللي عالم به اخويا راه الصراحه هي هادي يعني شحال واحد كان مليار عنده الفلوس وصبح زيرو زيرو درهم مع الدوال علاش ما بقاش المدخول اخويا واش باقي شي مدخول وحنا دابا خدامين حق الله الا العظيم الا خدامين كنحسبوا شي وبنا كنلقاو خدامين فابو اي الحمد لله واكلين شاربين مهلين في ريوسنا مهلين في وليداتنا مهلين في والدينا ويني باش تخبي شي حاجه لدور الزمان ما كاينش وشوف اخويا خلاصه القول والمغرب عندنا فيه الشفاره الدوله عندنا فيها الشفاره انا عندي ديريكت بحال الترين اي تا دابا نيت على لوسيبي كاين ياك اسفي في لوسيبي وفي الطاقه هم خدمين شي واحد هم خدمين البراني هاود اليوسفيه هاود خريبكا هاود المحمديه جايبين الاسفي يدير ولادو شرا الدار كبر ولادو وداس في بوبري اللي زياده وخلوق كيولي حماق بوبري فاس اما يحرق يموت في البحر اما يمشي للحبس اما يبان لك ديح في الزرقاء بحال الحمق ويجي البراني يتصور عليه مني الطوموبيل والدار مني انت انا من اليوسفيه انا من المحمديه انا من كازا انا من خريبكا علاش محشومه شتي دخلوا بنادم الطاقه خدموا 3 سنين مني بدا البروجي وتقاد الموالي جراو على بنادم وخلوا اللي مرسمين دخلوهم ابو جبال بوبري جراو عليه حاشا محشومه شتي يلا راه مشكله ترى كلشي غلا اييه دخلناك بالله كلشي غلا خويا فين هاد الخدمه احنا كنقولوا اي الحمد لله كتدخل ليك جيبه كتبقى متصير واحد اخر بوبري اللي ما عنده باش يشري حتى هو حتى البيض البيض راه الرومي 26 ريال يلا يا من ولا البيض 26 ريال اشبقى اشبقى دخلناك بالله اشبقى اشبقى في الحياه راه علامه الساعه خويا ما نكذبش عليك اخويا راه علامه الساعه والانسان عندنا حنا واعر شويه وليتي حتى الانسان ولا ما بقاش بالك الخير ولا بيعطبك راه يضحك لك في وجهك ويعطبك وهادشي اخويا هادشي راه ما خدامش اخويا هادشي راه نقول لك اللي كاين خاصهم يديروا شي حل يديروا شي حل قبل ما تنوض راه غتنوض عقل على هاد الكلمه اللي قلت لك واش تبني هذا ما خدام مردام وسير كتزيد لي في الزياده حتى دابا وليت انا نسيت نسيت ديسانس ولا كيديني الكورس ويجيبني وكيسكت يلا 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 دخلنا لك بالله ولا دابا ليسانس كيدي مني انا 600 في النهار والتعبئه كدي مني 1000 فرانك هي 800 ومن غير صير الدار ومن غير خليها على الله وصافي الله يصوب وصافي خويا اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي اشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.